جانب الموقف المبدئي هذا، شنو موقفك السيد البيجي من رئيس الجمهوريه السيد منصف مرزوقي بوضوح؟ خاطر شفنا وأداءه، خاطر شفنا تصريحات اعلاميه وكانك فما عدم رضا على لا لا، وانا عملت استفتاء للشعب التونسي قلت شنو رايكم في اداء رئيس الجمهوريه؟ فيقول لك مش باهي الاداء، شنو اللي فيه؟ واخر ما شوف انتم عام 13 انا غير ساعه جيني الذاكر، والعمل اللي قام به في عام 13 في جانفي قبل لجان حمايه الثوره صحيح سي كوبار ولا شو اسمه ولا كذا ريكوبار كوبار معناها نتاع دروك راهو في لا سي كوبار لا راجل محترم انا مانيش نقول فيه وفي الفتيات نتاع الرئاسه وكذا وقت اللي معناها هذوما معناها ميليشيا تستعمل العنف لا اكثر ولا اقل ومن بعدها وختموا بالكتاب الاسود تو تونس ناقصها سود هي معناها من المشاكل اللي يعني فيها كل زيدوها الكتاب الاسود يعني على الاقل مش ذوق سياسي. وقلت سيادتك انه باش يعمل يسبب مشكله في تصريحات اعلاميه وقلت انه ينجم يسبب مشكله حتى للحكومه القادمه. تاع شكون؟ في تصريحات سابقه وقلت انه على خاطر إيه على خاطر هو جزء لا يتجزا من السلطه التنفيذيه. وعنده صلاحيات في مخص الدفاع وفي صلاح الخارجية وهذا جزء من السياسة الخارجية وإحنا نحبه حكومة يعني مستقلة معناها يلزم زادة الرئيس اللي هو جزء منها يلزم يكون مستقل مش هذا الواقع ولهذا أنا نتصور وأن تقع مشكلة معناها مش بالضرورة أما نتصور سفيان بن حميدة ندخل الأسئلة الاستشرافية.